ازيكم يا حبايبي الحلوين، يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهارده هنعمل تتبيلة البانيه، اسهل طريقة للبانيه واقوى طعم ان شاء الله. جربوه وعلى ضمانتي بإذن الله وهيعجبك، بس حط لايك للفيديو وشير مع اصحابك لو تكرمتي. اسهل طريقة ممكن تعمليها للبانيه، معايا هنا كده بصلة كبيرة مبشورة ناعم خالص، شايفين ناعمة خالص اهي، تمام. حط عليها فص يعني معلقة صغيرة من الملح عشان خاطر تبقى ناعمة بالطريقة دي كده في قلب الكب، تمام. معايا هنا كمان بيضاية، معايا هنا البهارات، معايا هنا معلقة من الكركم. الكركم بديلها لون حلو قوي، لون الذهبي اللي احنا بنشوفه في المحلات. معلقة فلفل اسمر صغير، معلقة بهارات مشكلة، معلقة قرفة على معلقة جنزبيل صغيرة جدا جدا، تمام كده تمام كده. ومعانا هنا معلقة 3 معالق كبار من الخل، بس كده بس كده. طب بس السر كمان للبانيه، لو انت عندك روزماري تحفة 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 في البانيه، بس للأسف ما عنديش، بس عادي يعني ممكن امشي خالص ويبقى كله تمام ان شاء الله. فده كده اول حاجة خالص، حطيت البصل وعليه شوية كده صغيرين من الملح. هجيب بقى البضاية اهي، بسم الله، هنحط التوابل بتاعتنا كلها. اسهل واطعم طريقة ان شاء الله للبانيه. هنحط كده 3 معالق كبار من الخل، بسم الله اهو. دوبتهم كويس جدا اهو. معايا بقى قطع البلاط بتاعتي، شرايح اهو، هنشربها كويس جدا جدا منها. طبعا هنسيب التتبيلة ديت يا جماعة، لو انت حابة تعمليها من بالليل عادي خالص، بتبقى طعمها احلى واحلى، بس انا هسيبها 2 3 ساعات ان شاء الله وهعملها بإذن الله معاكم. خلاص هشربها كويس جدا. حط لايك للفيديو لو تكرمتي. اسهل طريقة ان شاء الله وهتقومي تعمليها بإذن الله وهتدعيلي اهي. خلاص قلبتها كويس جدا، شربتها كويس. هبدأ بقى اسيبها كده 2 3 ساعات بإذن الله ونرجع نعملها مع بعض. كده بقى يا حبايبي الحلوين قعدت كده 3 ساعات بالظبط. خلاص معايا هنا بقى بقسماط، معايا هنا دقيق، تمام. انت ممكن تجيبي بيضة وتحطي عليها معلقة لبن وكمان شوية بهارات كده وتظبطيها، بس انا طبعا مش هحط الكلام ده خالص، انا هقولكم انا هعمل ايه. حاجة سهلة وموفرة جدا وسريعة ان شاء الله وهتعجبكم. طبعا بقى دي البقسماط عادية خالص، تمام. معايا بقى باكو في جيتار، الفيجيتار ده بقى بيحل البانيه بقى، ما اقولكوش بقى حاجه خطيره جدا اهو. دي البقسماط اهي، وهفضل كده عليها الكيس الفيجيتار وجربيه وعلى طريقه ان شاء الله وهتعجبك جدا 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 اهو، تمام. وهقلبه كويس اهو، بقسماط وعليه الفيجيتار طبعا كده، مش محتاجه اي موالح نهائي. طبعا الفيجيتار مملح ومش محتاج اي حاجة خالص اهو. بصوا كده بقى قلبته كويس، هناخد بقى دي كده هنصفي منها
الحاجة ده اهي اهي. بصوا انا كده صفيت التوابل اللي كنت عاملة بها الخلطة بتاعتي اهي، شايفين هحتاجها طبعا. اول حاجة بقى هنشيل كده، نقول بسم الله، واحدة كده من البانيه نغمسها كده بالدقيق اهي. تمام اهي، ننزل بقى هنا كده خلاص. هننزل بقى في البقسماط، نتبلها كويس جدا جدا بالبقسماط. هنحط بقى زيت غريزة يا جماعة، ويكون زيت دافي، وطبعا هنهدي النار خالص، هنهدي النار عشان خاطر تستوي حلو من جوه، ما تبقاش مقرمشة من بره وتلاقيها من جوه جامدة. خلاص اهي تمام. نجيب طبق كده معانا ونبدأ نرصهم كده في الطبق عشان يبقى جاهز. خلاص ناخد كمان واحدة نعملها معاكم اهي في الدقيق الاول ده، دقيق عادي مش مبهر ولا اي حاجة خالص اهو. اسهل طريقة ان شاء الله تعملي البانيه. طلع على فكرة البانيه ده طلب مني كتير جدا، وهي هتعرف نفسها لما تشوفه اهو. سهل جدا 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 ان شاء الله، مش هياخد منك اي وقت ولا اي مجهود نهائي بإذن الله. تمام اهو، ريحة الفيجيتار مع البقسماط تحفة تحفة يا جماعة والله العظيم. كمان الفيجيتار بيديها قرمشة كده، بيخليها حلوة قوي سبايسي، يعني بيخليها سبايسي اهو. هخلص بقى الكمية دي كده ونشوف هنعمل ايه. انا كده معايا زيت سخن اهو غريز، تمام. هبدأ احط كده، بسم الله، طبعا مهدية النار. وبكده البانيه بتاعنا خلص، احلى تتبيله بانيه واحلى طعم بانيه ان شاء الله، هيعجبك جدا جدا على طريقتي باذن الله. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، شكله خرافه، طعمه خطير على فكره، انا دقته جميل جدا جدا جدا، وهوريكم برضو قد ايه مستوي من جوه وحلو. طبعا لاصحاب الدايت ما لهمش البانيه، اصحاب الدايت يا جماعه ما لهمش بانيه. بصوا بقى قد ايه مستوي، قد ايه جميل من جوه، قد ايه بقى سبايسي. الناس اللي بتهمليها مش عايزاه سبايسي وعايزاه يكون طري كده، هتعملي ايه؟ هتعلي النار بس مش قوي برضو، في الوسط، هتكون نار وسط، وبلاش فيجيتار لو انت مش عايزاه مقرمش، خليكي في البقسماط، وحطي على البقسماط ملح وفلفل اسود وبهارات مملح. تمام هنشوفه كده مع بعض كده من جوه اهو، قد ايه مستوي من جوه وجميل جميل جدا اهو. طبعا الناس اللي هم اصحاب الدايت ما لهمش بانيه، انا بس اللي هاكل، ماليش دعوه بقى انا بالموضوع دي. خلاص على فكره سخن جدا 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 اهو، شايفين شايفين من جوه عامل ازاي اهو، مستوي خالص خالص اهي، شايفين اللحم بتاعه مستوي خالص ازاي اهي. هندوق كده مع بعض،
خطير. لو انت حابة تشيلي الطبقة اللي فوق دي بتشيليها عادي، بتاكليها بحالها برضو عادي. بس انا بصراحة ما بحبش الطبقة اللي فوقها دي، بحب اللي جواها بس. اهو مستوي ولا مش مستوي؟ القطنة ما بتكذبش. تمام اهو، سبايس على فكرة. روعة. بصوا بأمانة خطير. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.